السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصعب الحاجات إن أنت تاخد قرار، رغم إن في قرارات كتير إحنا بناخدها بشكل يومي، يعني كل يوم بقرر الصبح أروح شغل ولا ما أروحش، آخد أجازة، آكل منين، لكن القرارات المصيرية ممكن تخليك تمرض من كتر التفكير، يعني الموضوع بيبقى صعب شوية، لكن الموضوع سهل لو أنت توكلت على ربنا وسألت استخارة وعملت حاجة بسيطة جدا الموقع ده هيساعدك فيها. من غير الموقع ده كنت بعمل حاجة بسيطة، كنت أجيب ورقة وبقسمها نصين وبكتب المزايا بتاعت دي وأديها درجات بالموجب والحاجات اللي بالسالب وتديها ماينس والعيوب برضه ماينس وهكذا، فيطلع معاك في الآخر تحس إن ده واخد مثلا 20 وده واخد 5 يعني، فتلاقي قرار بقى سهل وربنا ييسر فيه. الموقع ده بيساعدك إن هو يبدأ أي مشروع أنت بتفكر فيه يبدأ يقول لك المزايا والعيوب والمالتي أوبشن، ويبدأ يجيب لك تجارب للناس قبل كده بحيث يسهل عليك اتخاذ القرار. فالموقع دوت هيسهل عليك ان انت تاخد القرار كانك استشرت مثلا 5 6 ولا خابة من استشار. فهو بيجيب لك استشارات كتيرة ويجيب لك فيديوهات يقول لك ايه نقطة القوة وايه نقطة الضعف وايه المزايا وايه العيوب للقرار بتاعك، اي قرار انت عايزه. وليكن مثلا عايز تنشر كتاب مثلا او تكتب كتاب، فيقول لك والله لا، طب ما تفكر ان انت تعمله مثلا فيديو، فكر ان انت تسجله صوت، فكر يعني يبدا يديك افكار تخليك واخد الامر بحسن. خلاص قال لك نقط القوه ونقط الضعف والسوق ومش السوق والحاجات دي كلها.